هذا وأعلنت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة. أكدت حركة حماس أنهم استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح. كما أعلنت الحركة أنها استهدفت 5 آليات عسكرية متوغلة في منطقة الفلوجة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية في بيت حانون شمال القطاع.